طبعا مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الحوارية الأخيرة بحلقة اليوم، واللي خصصناها للطرب والصوت الجميل. معنا المطرب منار دغمان، وأيضا معنا العازف حمزة يونس. أهلا وسهلا فيكم. كيفك منار؟ كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير يا رب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. أكيد دائما يعني إحنا ما بنشوف مطرب بنحب فورا نستغل الصوت الجميل ونسمع أغنية، وخاصة اليوم نحن عم نودع 2022 نستقبل 2023. شو حاب تسمعنا؟ هلا طبعا تعودت أنا دائما إنه افتتح بالوديعيات الأستاذ وديع الصافي. تفضل. بابنا طلون السم يا وبلادي، بين ربوعنا حلوا ضحكة زهرات الوادي، بالفيات غنينا وعالميات تلاقينا، بالفيات غنينا وعالميات تلاقينا، وعالأغصان حلوا نسمها الطير الشادي، ونحن حكايات في بال ومنا نغمات موال، ونحن حكايات في بال ومنا نغمات موال، لما نسمع الدهلال بين الغابات بينادي. جبال السمراء طل الفجر حكينا، وبين مروجنا الخضراء صار الورد ينادينا، وعالأطيار غنينا وبالأطيار لاقينا، طل حبابنا طلوا نسم يا هوى بلادي، بين ربوعنا حلوا ضحكة زهرات الوادي. لا يا منار، حلوة هالافتتاحية. اليوم بدنا نحكي منار عن أعمالك. في عندك شيء عامل أغنية خاصة بحضرتك ولا لسه أنه ما بلش؟ أعمال بس الأغنية وطنية. أغنية وطنية. اليوم في موجة دارجة للأغنية الشبابية أو الأغنية اللي هيك رتمة سريع، أنت لأي بتميل، للأغنية الطربية ولا بتحب هاي النوع من الأغاني؟ هلا انا بحب النوع الشعبي اكثر من الطربي، لانه هاي بيئه اللي عايش فيها انا، انه ما بتنجح معي الطربي مثل الشعبي. هلا اليوم ما نحن بفتره الاعياد والاحتفالات، اكيد كل الناس بتحب انه تسمع اغاني، بتحب انه يكون في حدا بصوت جميل مثل حضرتك يعطيها هيدي الاغاني الجميله. شو اكثر شيء هلا بتحسه هيك بمناسبه الاعياد هو مرغوب، هو بتحب الناس تسمعه، بيعطي هيدا الرواء ربما للضغوط والصعوبات والظروف اللي عم نمر عليها؟ بتحس هيك في اغاني احيانا بتعمل لك ريلاكس؟ والله هلا اكثر شيء دارج يعني شيء شعبي، انه شعبي متطور يعني جديد غير القديم، مثلا توزيع موسيقي جديد، لحن جديد. هلا انا بشوف انه هذا اكثر شيء العالم عم تنبسط فيه وبتحبوا لها اللون ولها الشغل. مثل شو يعني؟ ايوه شو بدك تسمعنا منه؟ اسمع منه. اي جابوا لي الدواهي وانضعت تلاقوني بعيون السواهي، وعيون السواهي جابوا لي الدواهي وانضعت تلاقوني بعيون السواهي. شافوني وميالوا
بدهم يتعلالوا للسما وصالوا شوش عقله وتاهي شافوني وميالوا بدهم يتعلالوا للسما وصالوا شوش عقله وتاهي والعيون السواهي جابوا للدواهي وانضعت تلاقوني بعيون السواهي من بين الورادي حلوي حلو زيادي داد عيوني دادي اسم الله وما شاء الله من بين الورادي حلوي حلو زيادي داد عيوني دادي اسم الله وما شاء الله والعيون السواهي جابوا للدواهي وانضعت تلاقوني بعيون السواهي. حلو يحمي لك هالصوت. من ايمتى بلشت تغني يا منار انت؟ والله مشي 10 سنين. بغني. لا مشي 10 سنين. من 10 سنين. اي والله. كنت بتعرف انه صوتك حلو ولا بالصدفه اكتشفت انه صوتك حلو؟ والله انا اول شيء كنت بمجال ثاني بالفن، كذا مجال بالفن. بعدين اكتشفت انه صوتي حلو وصرت اتدرب وصرت اغني. يعني في حدا قال لك صوتك حلو انه ليش ما بتغني؟ هلا في ايه في عالم قالوا لي انت صوتك حلو لازم تغني تدرب حالك. ايه وصرت اشتغل على هالمجال هذا وطورت حالي موسيقيا شوي شوي، صرت اتعلم موسيقى. تعلمت موسيقى؟ ايوه وانا عازف ناي كمان قبل. حلو. ايوه وصرت اتعلم وطورت حالي موسيقيا وصرت اطلع حفلات. وقد ايه كان صار لك تعزف ناي من قبل؟ والله ناي صار لي شيء 20 سنه بعزف على الناي. حلو. اي والله يعني عمر صار لي عمر على الناي. وليش اخترت هاي الاله يعني؟ والله كنت احبها ولهلا بحبها يعني. هلا بتعزف؟ بس لا ما حفلات ما بعزف، اني هواي بس ما اقدر. ايوه بعزف هواي. حلو كثير. اليوم 10 سنين ضمن رحله في الغناء اللي انت فيها، ليه هيك بعدت عن انه تعمل غنيه خاصه؟ دائما نحن بنعرف انه بيتميز المطرب باغنيه، بيختار كلمات الحان تعمل ضجه، ممكن هيدا تعمل له انشهار بشكل اكبر. والله لانه صار في تكلفه كثير، يعني في عالم مثلا عم تطلب على الاغنيه مثلا على اللحن وعلى الكلمات عم تطلب مبالغ كثير يعني مبالغ هائله. وهي صغيره تسجيل، هو وسيله بسيطه للانتشار يعني على اليوتيوب، عم شوف مقاطع صغيره هيك عم تحقق. هلا المره الماضيه انا حكيت انه نفس هي بتصير حظ بتصير حظ. انت بتنزل على اليوتيوب مقاطع لإلك انت عم تغني عم تشتغل على هذا الموضوع؟ ما نزلت غير اغنيه وطنيه بس على اليوتيوب. لا بس هلا كثير في مطربين ممكن يكون قاعد عم بيدندن بينزل مقاطع، هي كمان اليوم بتساهم بانتشار المطرب. والله هلا الوضع اللي عايشين نحن فيه شوي صعب النفسي، مو مرتاحه يعني، ما كثير عم سجل ولا كثير عم غني يعني. لهيك ما عم بنشر شيء والله. لا لا بس نحن اليوم لا بدنا نكون هيك طاقة إيجابية أمل يعني. طيب خلينا نسمع منك شيء هلا. تريس يا غصن لا تزيد ميلك المدام جفت وما تم ميله. تريس تريس يا غصن لا تزيد ميلك المدام جفت وما تم اخ اخ. تريس يا غصين يا غصين يا غصين. تريس يا غصن لزيت
ميلاك المدامع جفت وما تم اخ ميلاك انا نحرقت عظمي بلهياب انا حرقت عظمي بلهياب وغطيت ميلاك برماد وقحل رموش الهداب يا يبيه كنت عالي كنت عالي المقام وإلك منصاب كنت عالي المقام وإلك منصاب وقعت فيهم كأنك طير منصاب والله يا حادي يا حادي العيس لو مريت قال يا حادي العيس لو مريت لك من صوب المضارب عسك تشف لي الحبايب يا يبيه لهجر قصرك وارجع بيت الشعر واعد لاهلي بعد ما دمت القهر لهجر قصرك وارجع بيت الشعر واعد يا اهلي بعد ما دقت القهر وما الرضا مدينة لو ما رضا نعتبر اي والله ما الرضا مدينة لو ما رضا نعتبر الله واحلى شيء لما بيغني المطرب اللون اللي بيلبق لصوته لطبقة صوته هو عارف من شو اللون اللي بيلبق له صحيح قديه ممكن انت وقت بتروح على حفله اذا انت كنت مزعوج تعمل هيك فصل حواسه بتطلع بتغني يعني ما بتتذكر ابدا لا هلا لما بروح حفله انا بنسى كل هموم كل اي شيء مثلا مجعوز منه انا بنسى لانه رايح على جو ثاني جو فرح يعني بدي افصل جو الفرح عن جو الحزن انا اذا كنت مجعوز او متضايق هل يمكن المطرب بيحب يكون في تواصل مع الجمهور وقت بيأدي الغنيه وقت بيكون في قدامه جمهور غير وقت بيأديها باستديو اكيد هلا انا لما بيكون في عندي جمهور عم غني قدام جمهور انا بنبسط اكثر من الاستديو وبادي اكثر من الاستديو لانه باخذ روح فيهم بيعطوني روح انه بشوف جمهور مثلا بيشجعني وبيحبني باخذ روح فيهم اكثر بيعطي اكثر من الاستديو حلو كثير اكيد يعني هيك نحن من اول ما بلشنا بالحديث وانت عم تقول لنا عن الاغنيه الوطنيه حابين نسمع للاغنيه الوطنيه ونختم فيها اشفان حلقتنا يلا بحبك سوريا بحبك سوريا دمي وروحي والله بفديا دمي وروحي والله بفديا دلك دلعونا دلك دلعونا تراب سوريا اغلى ميكونا تراب سوريا اغلى ميكونا راية سوريا راية سوريا حتى للسماء والله بعليا حتى للسماء والله بعليا دلك دلعونا دلك دلعونا بالشال الغالي علينا بنتونا بالشال الغالي علينا بتمونا شكرا اليوم منار شكرا كثير لإلك عمل مزج بين الكلمات الوطنيه مع الدلعونه يعني بتطلع انه الاغنيه بالفعل قريبه للقلب بتنحفز بسرعه منار شكرا كثير لإلك نورت صباحاتنا اليوم وشكرا لجيتك جيتك غاليه شكرا لإلك كل عام وانت بألف خير يا رب انت بخير يا رب كمان حمزه شكرا لإلك كل عام وانت بألف خير يا رب شكرا لك انت بخير
كل عام وانتم بخير، نورتوا صباحنا. انت بخير يا رب. شكرا.